11 دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. هذه هي موجة الصباح ومرحبا بكم في ساعتنا الثانية من موجة الصباح. وكيف ما يرجع الفرتتو للنار اللي تحرق، هذه هي الطقطقة اللي صوتولها على الباج أوفيسيال غاديو مي تونيزي. كالعادة وكما عودناكم كل نهار جمعة يكون بحضنا يحضر ضيف ولا ضيفة في البيئين. اما اليوم البيئين نتاعنا مختلف شويه فتحيه، خاطر احنا كي نقولوا بيئين ونقولوا نوفيل توندونس ديما نقولوا يا اما نوفيل توندونس في الشعر، يا اما في الحوايج، يا اما في المكياج، يا اما في الصبابط، في الظوافر. اما ما تجيش بينا اليوم ما تجيش بينا نحكيوا على نوفيل توندونس في الحلو، في الجاتوات. تحضر بحضينا مدام صفية جمال، اخصائيه في صناعه الحلويات التونسيه ولي جاتو بيرسوناليزي. صباح النور. صباح الخير. سافا لاباس؟ سافا. نذكر مقلم اللي مدام جمال كانت سبونسور اوفيسيال نتاعنا نتاع العيد اللي زدنا بها الكيلوات. شكلينا حلو. شكلينا حلو. في العيد بنين برشا الحلو نتاعك. يعطيك الصحة. ميرسي على ميرسي بوكو. انتوما عايشك عايشك. وبالنسبه للتوندونس احنا نخدموا راهو لي توندونس حتى في الحلو فما توندونس. لا باه باش نبداو الساعه اول حاجه. تو احنا دايمين على صيف ان شاء الله. صحار بربي قبل ما نبداو خلينا نقولوا لها ميرسي زاد على الجاتو نتاع الجاتو اليوم. ان شاء الله يعجبكم هذا الجاتو سبيسيال غاديو ميد. ميرسي بوكو. ميرسي انتوما على الانفيتاسيون. ميرسي. عايشك يعطيكم الصحه. يعايشك. باهي اطبقوهم بعديكم نزيدوا نحكيوا عليها اكثر. الجاتو ان شاء الله بيان سور باش يعجبكم ان شاء الله. عايشك. باهي مدام جمال، كيما نورمالمون كيما عجبنا الحلو يعجبنا ان شاء الله. نورمالمون طويكا احنا على بواب صيف، سيد خلف صيف العروسات باش تبدا ولا بدات ديجا، اما نورمالمون في جويليا يبدا ضرب الصيف كيما نقولوا احنا توفى تويكا القرايه والكل ويبداو لي سيزون. نورمالمون راك تكون حضرت حاجات جدد باش تعملهم في الصيف باش تجبد بهم كليوناتك اكثر. دونك على ذيك اش نحكيو اليوم على نوفيل توندونس في الحلو العربي الساعه، شنو عندك جديد؟ بالنسبه للحلو العربي كالعاده عندنا دوكم الحاجات دو باز الكعك ورقه والبقلاوه والحلو لوز والكل. اما سنة حضرنا لي مين يغديز فيهم حاجات دي موديل جدد بدي كرياسيون جديده من لي شوكولا افيك لي شوكولا. دخلنا الشوكولا مع المين يغديز باش يعطي ان جو تري تري بون. ذقتوا منهم ديجا انتم في العيد الكعبه اللي قلت لك زميلي. وحضرنا الحلو بيرسوناليزي يكون معناه في العرس بيرسوناليزي باسم العروسه وباسم العروس كيما الملبس فوالا. كيما الملبس يكون فوق الاسامي، الكاليسون زاد يكون فوق الاسامي، وعنا بيان سور لي دات فارسي هذوكم ديما معناتها يكونوا في العروسات حاضرين افيك دي سوبور جدد. حضرنا عندنا النخله، عندنا العرجون، عندنا لي بيراميد. دونك كل واحد شنو يحب في البوفيه نتاعو والا في التفريقي يوري معناتها لي موديل اللي يحب. عندك لي موديل الكل، عندك شوا اغوغو والناس تختاروا كل واحد شنو يحب. معناها كل واحد شنو يحب في سهريته يعمل. فما شكون يحب العادي، فما شكون يحب يعمل حاجه دي كرياسيون جدد. احنا نخدموا سور كوموند، معناها تجينا تقولنا نحب الدات معناها تاع عرسي معناتها نهار تيل وتيل، احنا نخدموا لك معناتها حاجه اللي انت تحب عليه، تختار الموديل اللي انت تحب عليه كيلكو سوا. في الحلو نجموا نبدلوا الحلو كل واحد وحسب الذوق نتاعو. معناها ما تمشيو بالتيم باللي كولور فوالا هو كان تيم تاع ديكوراسيون ديجا. معناها العروسات وتوا جايين النجاحات نتاع البال والتورات والتورات حتى لي زانيفيرسير الولاد والكل كل كل ميسونس في ولا غارسون. عندنا التور، عندنا زاد لي سوتونونس تويكا قاعدين نخدموا في لي سوتونونس. حضرنا معناها لي باكيت سوتونونس، عندنا زاد لي بوكي دو فلور اي شوكولا قاعدين خارجين برشا حاجه جديده ديجا تلقاها كان عندنا نحنا. يتخدموا بور لي جوري والحلو زاد سبيسيال سوتونونس تلقى فوق فوق ان بتي شابو ان بتي ليتر دي ديبلوم. يكون اباز دو مينيارديز والا بيستاج اموند كل واحد وشنو يحب. يعطيكم الصحة. عايشك. تويكا فتحية لي بيس مونتي ما عادش احنا نقولوا في الفيونسا يعملوا بيس مونتي وكاهو، تو في العرس اوبليغاتوار ولات البيس مونتي. احكي لنا شنو جوك في لي بيس مونتي في الصيف. ان شاء الله لي بيس مونتي كيف كيف يكونوا بيرسوناليزي سولون لو جو معناتها دي ماريي قد النومبر دو زيتاج اللي يحبوا عليهم الكل
هذيك نجموا نخدموه لهم يلقوا لي بارفان موجودين معناها عندنا بلوزيغ بارفان في لي جو يختاروا هما معناتها ميلونج دو دو جو نحن نخدموا لهم اللي هما يحبوا عليه بالنسبه للموديل كيف كيف يختاروا لي كولور اشوا لي فلور لومبلاسمون معناتها كل شيء يكون معناتها كل شيء تقعد قاعده انت معاك ليوديتك فوالا يجيو بحدنا يتفضلوا بحدنا البوانت فونت في نيفل ويختاروا هما لي موديل كيما هما يحبوا باللي ديتاي معناها الاسم وين يحبوا على اليمين على اليسار كل واحد بالديتاي وشنو يحب بقدر تربي تطلع له حاجه مزيانه كيما يحب عليه فوالا هو يعطيكم شوا انتم معناها يقول لكم نحب هكا هكا وانتم تمشيوا على رايه ولا تعطيوه انتم الموديل احنا نقدموا دي موديل وهو يجم يعمل موديفيكاسيون في الموديل اللي يحب عليه معناتها فما شكون يحب يقول لك اعطيني ان موديل هذاك كيما هو فما شكون لا يحب هو معناتها تكون حاجه يونيك يونيك اللي هو يعمل دي موديفيكاسيون كي نحكيو هكا فتحيه الناس تتفجع تقول لك نورمالمون هكا كي كبيره كيما هكا باش تكون مشخشخ وكل باش تتكلف لي برشا حسب ما سمعت انا اللي مدام جمال رابور كاليتي بري وراها واضحه الحمد لله يا ربي تو مع الغلاء اللي احنا عايشينه دونك فما شويه غلاء اما ما يبقى ريزونابل معناتها كاليتي بارابور للقضيه شنو تتكلف فوالا بارابور للتشخشيخه كيما قال التشخشيخه نتاع الحلو التشخشيخه من داخل كلك سوا نتاع الحلو كلك سوا نتاع الجاتو معناتها يكون البري ريزونابل كي تغزر معناتها كي تذوق وكي تشوف المنظر وكل ليك حاجه معناها باهيه تبدا فرحان ديجا في المتناول باللي معناها مع الغلاء تويك يبقى في المتناول اللي بري نتاعنا نحن وكيما اللي موجودين في السوق زاد نشوفوا في دي بري اكزاجيري على الاخر معناها يفجعوا مع انه هو نفس المكونات صحيح لا ولا ديجا حكيت الاسم يبيعوا بالاسم يعني الاسم قد ما يقدم قد ما الحاجه تغلى مش يمشيوا بالمكونات نتاع الحاجه معناها اما تونسي جيبوا اعطيه جيبوا ما يهموش في الاسم ماهوش باش يخدم الاسم ولا يحب يذوق ذواق يحب الحاجه البنينه يحب الحاجه المزيانه وميم طون ماذا بيه حاجه زاده مرفقه صحيح خاطر واحد قداش منه مسيكن بالحق معناها نشوفوا في اسوام خياليه نتاع حلوه ما يجمو هما يتعداو بحذانا ويشوفوا الاسوام يذوقوا سورتو معناتها ما يشوف ما ياخو حاجه الكليون الا ما يذوقها يجي عنده عرس يحب يذوق كاك الورقه البقلاوه الحلو المينياديز يذوق منهم الكوليكا باش تكون متاكده 100% اللي باش ياخو حاجه بنينه وكيف كيف الجو يحب مثال يذوق الجو شوكولا نوازيت براليني نوغاتين بيستاش لي جو اللي يحب يذوقهم كيف كيف كان عندنا حاضرين والا نحضروا لهم ويجيو يذوقوهم ويختاروا ما تلقوا اللي هما يحبوا عليه دونك ما ياخذوا حاجه كان ما يكونوا متاكدين 100% اللي هي باش تكون بنين او مقتنعين بها ان شاء الله يعطيك الصحه مدام جمال كان تزيد توصف لنا اكثر وين موجوده البوان دو فونت نتاعك اي باهي شارع الحبيب كارما نابل رون بوان احنا في نابل معروف رون بوان حمحوم وين المغازان جينيرال الجديده اللي حلت تويكه جديده دونك سميتهم الكل في اخر طريق سينما فوالا يظل خير اخر طريق سينما بعد الفارماسي مريقلق دك كسر هاكا في اخر طريق سينما بعد الفارماسي تلقاو باتيسري مدام جمال مدام جمال هاكا في الكوان ظاهره لونسين كبيره كل شيء ظاهره ونمرو التليفون كان تنجم تعطيهم 53 332 569 نعاودو 53 332 569 يعطيك الصحة جوست بربي نحب نسأل على الوقت مثلا باش يحضر عنده عرس في الصيف قداش الوقت لازمه باش يكلم باش يكون يلقى روحه ديجا معناها يلقى فيكم الفضاء انتوما اي نحن ديما ما ناخذوش وقت كبير معناها في التحضير كوموند خاطر احنا تويكا التونسي ديما يخمم اللي حاجه قد ما يعمل عليها كوموند بكري شا تكون مش جديده احنا دونك نخدمو ديما الاول باللول والثاني بالثاني يجينا قبل بجمعتين من العرس نتاعو ونخدموا له حاجه جديده في الدو جوغ اللي هو حاجته بيهم باش تكون له ديما حاجه جديده وفخي وبقدرة ربي بنينه ان شاء الله يعطيك الصحه ميرسي بوكو على الحضور نتاعك بحبينا نورتنا وميرسي بوكو مره اخرى على الجاتو ديجا تصوروه نهبطوه على الباج نتاعنا اوفيسيال راديو ميدا تونيزي ان شاء الله ما تكونش هذه اخر مره تجي بحبينا ان شاء الله ان شاء الله تكرر جايتك ان شاء الله ويعطيك الصحه وميرسي بوكو مره اخرى عايشك ميرسي انتم على الانفيتاسيون مرحبا عايشك كانت هذه البيئة